أما محطتنا التالية فأكيد رح نسلط الضوء في على مشروبات الطاقة وعالم التغذية، وتحديدا نحكي الفرق بين المشروبات الرياضية ومشروبات الطاقة، ونحكي أكيد عن الإيجابيات والسلبيات لكل منهم واستخداماتهم أيضا مع اختصاصية التغذية إيفانا خضر اليوسف. صباح الخير إيفانا. صباح النور. اشتقنا لك. وأنا كمان اشتقت لكم كثير. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك حبيبي. يسعد صباحك صباح إيفانا حبيبي. وأهلا وسهلا فيك. بالبداية إيفانا، كل العالم بتخربت وما في عندها أنه معلومات صح عن مشروبات الطاقة والمشروبات الرياضية، خلينا نحكي عنهم ونشوف شو الفرق بيناتهم. هلا المشروبات الرياضية هي عبارة عن مجموعة من السوائل، فيها مجموعة من الفيتامينات وفيها عناصر خاصة. نحن بناخذها لأنه خلال الرياضة لما نحن بنلعب بيكون في عندنا جهد كثير عم ينصرف، فنحن بنخسر سوائل كبيرة، فنحن بدنا نعوض هاي السوائل، بناخذ هاي المشروبات خلال التمرين أو قبل التمرين أو حتى بعد التمرين، وبنفس الوقت نحن بدنا نعطي الطاقة للعضلات اللي استهلكت واللي تعبت خلال التمرين، فهاي المشروبات بتعطيك الطاقة وبتعوض السوائل المفقدة خلال التمرين. أما بالنسبة لمشروبات الطاقة، مشروبات الطاقة هي عبارة عن كربوهيدرات، هي وظيفتها أنها تسرع الاستقلاب والحرق تبع الجسم عشان الأداء يصير أسرع، والكربوهيدرات بنعرف أنه هي عبارة عن مصدر للطاقة، فبتدفع الشخص لطاقة أكبر، وبنفس الوقت فيها مجموعة من الكافيين بتقوي الذهن تبعك وبتسرع الأداء، وكمان بتزيد الأداء، ومجموعة من الأحماض الأمينية والفيتامينات اللي ممكن نخسرها خلال التمرين. بس انت عندك بيختلف امتى نحن بناخدها. هلا مشروبات الطاقه ما بتتاخذ خلال التمرين او قبل التمرين مثل الرياضيين، بتتاخذ بعد التمرين بعد بفتره الراحه. اما مشروبات الرياضيين فيه لازم ياخذوها، ضروري ياخذوها قبل وبعد وخلال. يعني خلينا نحكي شوي بالتفصيل إيفانا عن إيجابيات وسلبيات كل منها. هل من الممكن أنه تعمل هي إدمان أو فقط أثناء التمرين مجرد ما قطعناها خلصنا من تأثيراتها؟ هلأ بالنسبة للمشروبات الرياضية ما بتعمل إدمان، لأنه مثل ما قلت هي عبارة عن مشروبات سائلة مثل المي. نعم. وهي أهم من المي للرياضيين بس فقط، تعطيك الطاقة وهي القصص اللي قلتها سابقا. هلأ شو رح أبلش أنا بالفوائد تبعه؟ بنبلش مشروبات الرياضيين. المشروبات الرياضيين نحن ليش لازم ناخذها قبل وبعد وخلال؟ رح احكي على آلية شو بصير جسمنا لما بنلعب رياضة. لما بنلعب رياضة نحن ترتفع درجة الحرارة، تمام، بصير عندنا الجسم بده يتخلص من الحرارة، بيعرق بيتبخر من الجلد. هلا اذا ما كان نحن عندنا كمية سوائل كافية او نحن عم بلشنا نخسر مي زيادة، فشو بصير الجسم بصير بضخ زيادة، بيتسرع ضربات قلبه لحتى يوازن بين هاي الخسارة وبنفس الوقت مشان الأداء، وغالبا القلب ما بيلحق لهذا الشيء، بيتصغر عندنا خلية البلازما، بيصير الجلد ما بيتنفس صح، الدم بيقل ترويته للجلد، بيصير عندنا تعب وإجهاد. عشان هيك لما نحن بنشرب هاي المشروبات رح توسع من هاي البلازما تبع الدم، رح يزيد التدفق تبعنا، رح يزيد كمية العرق، والجسم والقلب ما رح كثير يدق ويتعب، رح يصير عندنا الأداء أعلى. هلا مشان هيك مثل ما قلت نحن بناخذها خلال أو بعد أو قبل، وفيها صوديوم، فيها بوتاسيوم، فيها كالسيوم، فيها البوتاسيوم قليل والكربوهيدرات قليلة، بس أما الصوديوم والمنغنيزيوم والمنغنيز هدول إحنا بحاجة لهم، تعطيكي هاي القوة والدفع وتكبر بالنسبة للخلية البلازما. هلا نحن إيفانا بفترة امتحانات، الطلاب كلها بتصير بدهم يشربوا مشروبات طاقة لتعطيهم طاقة ليقدروا يدرسوا أو يسهروا للصبح، شو النصائح اللي بتوجهي لهم إياها؟ هلا أول شيء فيهم يعني إذا ولا بد إنه هن ما بدهم يشربوا، هي كافيين، بحبوا البارد، في ناس ما بتتقبل القهوة، ممكن يشربوا وحدة مو أكثر وتكون باردة لحتى تعمل مفعولة والكربوهيدرات تشتغل صح بالجسم، والكافيين الموجود فيها نحن بنشربها باردة ومو أكثر من وحدة، لأنه هي بتؤدي لزيادة وزن وسعرات حرارية عالية، فممكن نحن نحطها مع العصير إذا بدنا، أو حتى إنه نشرب لحالها مثل ما قلت مرة وحدة بس. تمام. يعني إيفانا للأسف كثير من الأشخاص، ويمكن خلينا نقول المراهقين، كثير شفنا بفترة معينة مالوا لمشروبات الطاقة بشكل كثير كبير. اليوم خلينا نحكي عن مخاطرة على المراهقين بشكل خاص، قد ايه ممكن فعلا بعد ما يتعودوا ممكن يصير عندهم إدمان، شو الطريقة لحتى فعلا ينطفوا جسمهم من هذا المشروب؟ هلا هي مساوئة أول شيء، لا أحكي إنه الكافيين بيختلف الجسم شلون تقبله من شخص لشخص. نعم. هلا من أهم المساوئ بتعمل أول شيء بتعمل لك مشكلة بالأمعاء، بيصير عندنا نحن اذا اطفال مراهقين او الرياضيين مراهقين اللي بياخذوها خلال التمرين بيصير مشكله عندهم، فبيضطروا انه يصير عندهم اسهال واعياء واستفراغ. في كثير حتى مو بس مراهقين، الكبار والصغار لما بيشربوا مثلا بيطلعوا على الحفلات بيحطوها مع الالكول، فهذا كثير خطر. اول شيء لانه انا هي عباره الكحول هي عباره عن منيم، يعني بيرخي،
اما الطاقه هي مصبط منشط بتصير عندنا ضرب بالجسم بآلية الجسم. في ناس ممكن مشكله بالتنفس، في ناس هي نايمه بتصير تستفرغ، في ناس ممكن تؤدي الى الوفاه. حتى لما نشربها لمشروبات الطاقه ما بتخليكي تستوعبي انه انت اوريدي تبلش جسمك يخسر حراره، تشربيها كثير ممكن عندنا مشاكل ثانيه تصير، يخسر حرارته يصير عندنا جفاف. خاصه اذا الشخص من الاصل بيعاني من مشاكل، يمكن هون المصيبه اثنين بتصير. تماما بصير في عندنا مشاكل، ناهيك انه هي زياده الوزن ممكن تسببها للمراهقين اذا بيشربوها كثير. هلا هن شلون يعملوا؟ اول شيء اذا كان هو مدمن عليها قد ايه بيشرب؟ 3-4 باليوم، ينقص اول شيء نص الكميه باليوم، بعدين باول اسبوع مثلا هو بيضرب قديش كميه صارت يعملها نص، بعدين بصير بياخذها وحده وحده، بعدين بصير يستعيد عنا بالمي، يستعيد عنا بالمشروبات الثانيه. طبعا اذا هو ما بده ما رح يقدر، لازم هو منه ومن حاله يعرف انه انا بدي اوقفه، يبلش بالتدريج. اي شيء ما لازم نوقفه فجاه، لانه يعني بصير في عنا مشاكل بالجسم لما بكون نحن مأدمنين عليه، نوقفه بالتدريج. إيفانا بيقولوا كمان إذا مشروبات الطاقة ما استخدمناها كروتين يومي مثلا كل يومين ثلاثة كذا هي ما بتسبب أي ضرر. تمام. خلينا نحكي شو رأيك بهالكلام. وشي ثاني خلينا نحكي عن فوائد كمان، بيقولوا مثلا بيعمل تنشيط للدماغ وبيزيد عنا القدرة على العمل، ويعني شو كمان بتضيفي هالكلام؟ هلا رح بلش بالفوائد تبعها. هلا نحن لما بنلعب رياضة ليش نحن بناخذ المشروبات الطاقة مو الرياضية بعد الجيم؟ مثل ما قلت فيها كربوهيدرات وكافيين، فهي بتعطي للشخص دفع وقوه بعد هالتعب اللي صار فيه والجهد اللي بذله خلال الرياضه. فبتلاقيهم انه الاشخاص اللي مثلا الاطفائيين او حتى الرياضيين لازم ياخذوها بعد ربع ساعه من مرحله الراحه، عشان تبلش هي بقى تعطي الكربوهيدرات وتضخ الكافيين، تضخ الفيتامينات والاحماض اللي ممكن نحن خسرناها خلال التمرين، بتعطي بهذا النشاط اللي نحن بحاجه له. دائما نحن فيها ناخذ 75-60% غرام منها او هي الكربوهيدرات اللي فيها عشان تعطيك هاي الطاقه. هلا بالنسبه للسؤال الثاني اللي هو عم نحكي عن الفوائد تبعتها، وحكينا اذا استخدم كل يومين ثلاثه مثلا الواحد ما له ولا ضرر. لا ما له ضرر، لانه هي اوريدي مثل فنجان القهوه، بس طبعا مو كميات كبيره، اذا علبه واحده، لانه هو كافيين وكربوهيدرات ونحن بحاجه لهدول المادتين عشان تعطينا طاقه، فهو ابدا ما له ضرر، بس ما يكمل يعني ما يكثر الكميات، ما يشرب مع الكحول، يشربها لحالها وتكون بارده. تمام. يعني إيفانا اليوم المهن بتختلف وظروف الأشخاص بتختلف من شخص لتاني، قديه بتنصحي الأشخاص إن كان اللي عندهم مهن صعبة أو بدهم ساعات طويلة مناوبات إلى آخره، قديه بتنصحيهم إنه هن فعلا يلجأوا لمشروب الطاقة بشكل ما يكون عندهم إدمان أو مشاكل صحية؟ هلا يفضل هو ياخذوا كافيين، يعني يشربوا القهوه يشربوا الشاي، لا بتعود طبعا انه هي كافيين. نعم. اكثر منا، حتى سعرات الحراريه بتكون اقل منا. اما لانه اوكي في ناس مثل ما قلت ما بتتقبلها، ممكن يشربوا مثل يعني اللي بيناموا كثير، عفوا بيسهروا كثير وعندهم هذا الشغل، فانا مثل ما قلت وحده لاثنين، وامتى؟ بعد مرحله الراحه، بعد الجهد اللي هن باذلينه كثير، بينطروا ربع ساعه هن قاعدين وبيشربوا عشان يعطوا الطاقه اللي بحاجه لها. اما المشروبات الرياضيه في يشربوها ما بتأذي، ممكن بس اللي بشو تساوي انه مشكله الاسنان، لانه هي تضرب المينا فيها احماض عاليه، فبدنا بننتبه الرياضيين شو مشاكله دقيقه، يمكن الواحد ما كثير بينتبه انه شو الاسنان، يمكن اخر شيء بيخطر لنا. تمام. الرياضيين دائما لازم ينتبهوا، حتى لما انه امتى يعرف انه هو ممكن يصير معه مشكله بالسوائل الرياضي، يراقب البول تبعه، يراقب كم مره والكميه تبعته، حتى بيحددوا معدل العرق تبع اللاعب، هن اللاعبين بيحددوا معدل العرق انه هذا شيء كثير ضروري مشان يشوفوا قديش جسمه بيفقد سوائل، وقتها بيقولوا له الكميه المطلوبه من السوائل لجسمه. مزبوط. هلا لكن ايفانا خلينا روح لشيء ثاني، العالم مثلا اللي موجوده بالبيت واللي ما بتحب تشتري مشروبات الطاقه، بدنا شيء يعزز لهم طاقتهم، موجود بكل بيت اكيد، خلينا نحكي مثلا مثل انه نصائح مثل مثلا نوم كافي، مثلا وجبات صحيه، فيتامينات، شو بتحبي تضيفي؟ هلا كثير مهم الفطور، لان انت تكوني نايمه طول الليل، عندك 8-6 ساعات حسب كم شخص بينام، فانت استهلكتي كل السكر وكل الكربوهيدرات اللي بتعطيكي طاقه بالجسم، فاول ما نفيق لازم نحن نفطر. الفطور لازم يكون عباره عن الحواضر الموجوده بالبيت، لازم يكون فيها الاجبان والالبان، خضار، ممكن ينهيها بكاسه عصير او ينهيها بقطعه حلو اللي هي الحلاوي او المربى او حتى شوكولا سوداء، لانه هاي بتعطيه الطاقه. هلا بعدين لازم دائما هو الفواكه تكون مرتين باليوم، الخضار 3 مرات، وطبخه الغداء وجبه العشاء تكون قبل 8 او على 8 لحتى يقدر يلحق يهضم الجسم. المقالي بتعدوا عنها هالقصص، الفاست فود كلها بتزيد وزن، ما بتعطيك طاقه، بتعمل لك مشكله بعسر الهضم. الرياضه كثير مهمه صباح او حتى المساء، ما بتفرق اي وقت، لانه بتجدد الترويه الدمويه وبتعطيك هذا النشاط والطاقه. بالنسبه للكافيين بتكون تشربوه الصبح، القهوه 3 مرات باليوم،
كانت 3 فناجين فقط. بالنسبة للنسكافيه مرة لأنه فيها كافيمات بيزيد وزن، ممكن نستعيد عنها بالحليب. الشاي فيهم يشربوها كمان 3-4 مرات، أو الشاي الأخضر بيعطي كتير طاقة، بس مو مع الأكل، بعد الأكل. نعم أكيد. يعني إيفانا اليوم كل الناس بتلجأ لجسد يكون كتير مثالي، ما بتعرف يمكن الطريق الصحيح، أوقات بيصير شوية تخبيص بينتج عنه مشاكل كتير كبيرة. اليوم عم تنصحينا يمكن ب3 فناجين كافيين، بالشاي كمان 3 مرات، فأدي كمان هدول الأشخاص اللي بيشربوا هدول، خلونا نبعد عن مشروب الطاقة، إذا في استعادة عن هذا الكافيين، شو تأثير الكافيين الزائد عليهم؟ نعم، اول شيء بيعمل لك مشكله بالتوتر، بيعمل لك ادرار بول، بينشف اذا زياده الكافيين، بيعمل بينشف الاوعيه الدمويه او بتروي الدماغ، الشخص تحت اخر شيء من دون تركيز بصير عصبي. ما له فايده غير انه زيادته كثير مضره بالنسبه لهي القصص. هلا نحن في ناس ممكن القهوه الخضراء نستخدمها كانه بتسد النفس، او انه اذا شربت دخان كثير وقهوه كثير نحن ما فيني اكل، في ناس اللي بيكون عندها هوس، هذا غلط. اوكي ممكن صحي تسد لك نفسك، بس تعمل لك مشاكل بجسمك، ينقصك مصادر غذائيه انت بحاجه لها. ممكن انت بهاي الحاله مثلا تستعيد عن القهوه بالتفاح الصبح على الريق، تعطيك النشاط احسن من اي كافيين ممكن تشربه. نعم تمام. الصيف هو فتره الافراح والاعراس، وكثير من القصص بالصيف في صبايا بدهم ينحفوا مثل ما قلت لك تحت الهواء، وبدهم بسرعه كبير، ممكن تنصحيهم كيف ممكن ينحفوا من غير ما يندر جسمهم؟ هلا في شيء هلا اخر دراسات خصوصا امريكا، كثير عم الدراسات الامريكيه والمنظمات الامريكيه عم تدرس فيه، اللي هو الصيام المتقطع، حكينا فيه اكثر من مره. الصيام المتقطع هو عباره عن مثل الصيام النظامي، بس نحن بنعكس، بصير بالليل ما بناكل وبالنهار طول الوقت عم ناكل. هلا مو يعني طول الوقت عم باكل فانا باكل كل شيء بيسمن، بس تحافظي ان يعني تاكلي خلال هالنهار اللي انت عم تاكلي فيه ساعات النهار 3 وجبات. هلا امتى فينا؟ بعد 8 للاشخاص اللي بدهم يحافظوا على وزنهم، بعد 7 للاشخاص اللي بدهم ينزلوا اسبوعيا 1-1.5 كيلو، بعد 6 و5 اللي بدهم ينزلوا اسرع. نعم. هلا تقريبا هذا الشيء عفوا ايفانا مترافق مع الرياضه او بدون الرياضه؟ ما في شيء ما من رياضه. هلا نعم. شوف النظام الغذائي مع الرياضه مرتبطين مع بعض، الرياضه لحالها بتشد لك جسمك. في عالم ما بيحبوا الرياضه، يعني في صبايا ما بيحبوا يتوجهوا ابدا للرياضه، لا بالنوادي ولا بالبيت ولا شيء، كمان بنفس الوقت بدهم ينحفوا، فهي قصتهم كثير صعبه. رح ينحفوا اول فتره، في ناس توقف خبز مثلا بينحفوا مي، بس بعد فتره بده يعلق الوزن، فانا لما بده يعلق الوزن بدي اضطر اعطيه طاقه ثانيه او مثل صدمه ثانيه، فهي بدهم يعودوا حالهم. ولو انه مثلا يشتغلوا بالبيت، ما بدهم يطلعوا برات البيت، يحطوا على اليوتيوب، يحطوا يجيبوا فيديوهات يشتغلوا فيها، يلعبوا عليها على اساس بس اول فتره، بعدين بتصير رياضه. هي هذا غلط. الوقت الكافي للرياضه اذا فتحوا يوتيوب او هيك قد ايش؟ مو اقل من ساعه. ساعة؟ لأنه أول نص ساعة بتكون حرق سكر. تمام. أيوة. يعني إيفانا كثير بنسمع مع أنه عم نحكي عن الرياضة أنه هو المشي السريع أو المشي هو أكبر أو أفضل. صحيح. أنواع الرياضة اللي ممكن يبدأ فيها الشخص اللي ما أنه متعود طبعاً. الرياضة. قديه مهم فعلاً نحن نركز على المشي، بيقولوا أوقات نص ساعة مشي ممكن تكون بداية كثير منيحة، بعدين ممكن نزيدها، قديه بتوافقي هذا الشيء؟ تمام. هلا نص ساعة مشي مثل ما قلت تكون حرق جلوكوز، معلش شوي شوي تدريج يطلع. هلا بتلاقي بالنوادي الكارديو نحن نلعب اول شيء نص ساعه جري او ربع ساعه مشي سريع او بطيء بغض النظر. نعم. شو هو بعدين بيكمل بالاجهزه. مزبوط، لانه بلش يعطي الطاقه للجسم، يعطي الاعاز انه بلش في حرق. تمام. فهو اوكي يبلش نص ساعه اول اسبوع، بس ما يطول، لازم اكثر اذا هو بحاجه او هو بده ينحف اكثر ويشد جسمه. نعم. خلينا نحكي عن الحالات اللي عم تيجيكي هلا ايفانا يلي بدهم رياضه، مثلا اللي بعده قصي عن الرياضه، انت كاختصاصيه تغذيه شو نصحتيهم وكيف النتائج عم تيجي؟ الاكثر الناس تيجي مثلا بدها تنحف بسرعه، وما في شيء اسمه انا بدي انحف بسرعه، بدك تنحف بسرعه فهو رح تنزل مي، رح يعلق وزنك بعد فتره، رح يعذبك لما بتنزل شحوم. هلا اكثر الناس اللي بتجينا ما عم تعرف انه النساء والرجال نقص فيتامين د بيؤدي لسه، بيقول لك انا ما باكل بس ما عم بنحف، نروح حل الفيتامين د بتلاقي عنده نقص، بيؤدي لزياده وزن او سباب بالوزن، ما بيخلي الغده تشتغل صح لما بينقص. تمام. ما بتحرق صح. اشخاص بنات اللي معهم اكياس على المبيض، هاي اكثر حالات اللي بتجينا ما بيعرفوا انه هن كمان بيؤدي لزياده وزن وسباب. زياده الوزن اكياس على المبيض بصير شو كمان اضراره؟ خلينا نحكي طيب اذا راحوا الاكياس على المبيض ممكن الصبيه ترجع تنحف ويرجع جسمها؟ طبعا اكيد. ولا لا؟ بلا، وبتلعب رياضه وكل شيء، بنعطى جرعات دواء، بتوقف الفاست فود، في شغلات اكل خاص لازم تاكله، هذا كله بتعالج ويمشي حال بينزل. حتى الغده، لما الغده بكون عندنا نقص بالغده كمان هذا الشيء بيعمل لثبات وزن. هاي الحالات اللي بتجينا البنات بيقول لك انا ما عم بنحف
ليش؟ بعتهم يحللوا بتلاقي بينصبوا من الكميات النقص اللي عم بتصير، بتصير تعطيه الادويه بصير بيرتفع بقى وبصير بينزل وزنه. بالنسبه لزياده نزول الوزن السريع، ما في شيء اسمه نزول الوزن السريع مثل ما قلت، بده ينزل الرينج العالمي اللي هو كيلو لكيلو ونص بالكثير كيلين بالاسبوع. تمام. وبيختلف من جسم لجسم. الخبز ما بصير وقفه، يعني اكبر مشاكل بقول لك انا موقف الخبز، السكر اكيد من وقفه، الملح اكيد من وقفه، بس نحن الخبز بحاجه له، فيه طاقه، هو بيحرق اصلا، اذا ما اكلنا الكربوهيدرات الموجود بالخبز ما بصير عندنا حرق. لكن مثلا خفض، اللي بياكل رغيفين ياكل رغيف، واللي بياكل اثنين بياكل اربعه ياكل اثنين، نص الكميه. تمام، استعيدوا بالاسمر، بس في اشخاص ما بيقدروا يتناولوا الاسمر، معلش ياخذوا نص رغيف ابيض مثلا. يعني ايفانا خلينا نقول اول طريقه لحتى نعرف شو مشكلتنا نحن، نلاقي العلاج لها، خلينا نروح نحلل نعرف نحن شو ناقصنا فيتامين، خلينا نعرف نحن وين نقاط ضعفنا، وين نقاط ضعف جسمنا ونمشي بهذا الشيء. شو في هاي الثقافه فعلا موجوده عند الصبايا اليوم انه لا بس بدنا ننزل وزننا، ولا لا عندهم هذا الوعي نحن بنحلل نعرف شو المشكله ومنعالجها؟ هلا في صاير في صراحه بهالاربع خمس سنين، لا في وعي، بتحكي لما بتقولي انت محلل بتقول لك ايه انا عندي نقص فيتامين د، بس طبعا ما بتكون عم تاخذ هذا الشيء او عم تاخذ مثلا العيارات بالغلط، بس انه في وعي. اوكي نحن مبسوطين انه انتم عرفانين انه في هدول قصص، عم تعرفوا انه فيه، وفي نفس يعني هي بدي اقول لك بالنسبه للنسب تقريبا 50 ل 60% فيها وعي، اما ال40 بعدها انه لا بتنصدم لما بتقولي لها هذا الحكي. قد ايه هون واجبك ايفانا توعيهم، يمكن اي حدا بيجي لعندك انه يا جماعه خلونا نبدا خطوه خطوه صح، بنحلل بنعرف شو، وبتلاحقيهم ايفانا لحتى يكملوا كل رحله علاجهم؟ اجباري، خصوصيه الاشخاص اللي بدهم ينحفوا لازم لهم متابعه وملاحقه، حتى انه ما يعني حتى احيانا بنضطر انه نحن نعاملهم بشده لحتى انه ما انه اوكي عادي ما انا في مشكله، هاي القصه العادي كثير مهمه، لا مثل طبيب اخصائي التغذيه مثل اي طبيب ثاني، مثل طبيب الجراحه مثل طبيب القلبيه، بالعكس حتى نحن لازم نكون ايد وحده، لانه الاكل هو اساس كل شيء، اساس الامراض، ممكن يعالج كل شيء يعني. حتى مشان هيك لا هو كثير مهم قبل ما تعمل اي شيء، لا تاخذ من النت، لا تسمع من فلان، روح لعند اخصائي تغذيه، هو بيدلك وين صح، بيدلك شو تاكل. ما جارتي شو عامله حميه، جاري شو عامل، صحبتي شو عامله، بيختار الاخصائي التغذيه الافضل. طبعا ايفانا بدي اقول لك هلا هاي العالم كثير عم نسمع انه الليزر بينحف، عرفتي شو رايك بقبضات الليزر اللي بحطوها على منطقه معينه بالجسم؟ خلينا نحكي عنها، الكثير من الصبايا عم بيسالوا هل هي بتنحف ولا لا؟ اكيد ما في غيرك تجاوبين عن هذا السؤال. هي ما بتنحف، هي بتنزل قياسات، ما في شيء بالدنيا بينحف غير الدايت والرياضه. طيب هلا اذا نزل قياسات يعني بالشكل عم تنحف الصبيه؟ بالشكل. تمام بالشكل. تمام. عم ينزل قياسات بس بالوزن ما عم ينزل، ليش؟ لانه الشحوم هي عباره ما عن وزن، هي عباره عن شيب، يعني بتشوه لك الشكل. فمثلا 6 لتر اللي بيشفطوهم بالعمليات هي عباره عن كيلو كيلو ونص. تمام. الشحوم ما له وزن. بس هلا هو اوكي امتى بتفيد؟ لما بيكون انت بمرحله اللي بيجيكي مثلا مريض فيه كثير شحوم وزياده وزن، لا ما بتفيدك وقتها، اول شيء بده ينحف، بده يوصل لوزنه المثالي، وقتها نحن بنبلش بهاي الليزر اللي هو قبضات. بس هاي الليزر القبضات هي بتروح لك الشحوم، ما بتروح السيلوليت. السيلوليت له تقنية بس ثانية. النتائج خلال قديش ايفانا قبل ما هلا من اول معك. في ناس من اول جلسه بتلاقي من قبل قبله بعد من اسلون بتلاقي انه عم تلاقي نتيجه حلوه. ببلش الجسم مو اقل من كل جلسه تجميد بده شهرين لحتى الجسم يتخلص من الخلايا كلها ماتت. بس هي من اول اسبوع بلاقي نتيجه، طبعا مع الرياضه والمي، مو يعني انه مثلا بس عمل جهاز دائما ايفانا مع الرياضه والمي دائما انا بعمل جهاز بطلع باكل، لا مو صحيح. نعم يعني ايفانا بدنا نقول لك شكرا، جاوبتينا اسئلتنا ما خلصت، اسئله العالم يلي دائما بتقلنا اسالوا ايفانا هيك، اذا كانت ضيفتكم اسالوا هيك كمان ما عم تخلص. ايفانا بدنا نقول لك شكرا، دائما نحن بنتمنى يكون في جسم صحي، جسم ترضى عنه كل ست، مو شرط نكون نحاف كثير ولا نكون سمان، لا لازم نحن نكون راضيين عن حالنا. شكرا لك ايفانا، يعطيك الف عافيه. وشكرا لك ايفانا، اكيد استمتعنا معك ومعلومات دائما قيمه، وكثير بنبسط انا بوجودك بكل حلقه بكون انت فيها. شكرا لك ايفانا.